عدم الاهتمام، عدم اهتمام الازهر للطلاب خالص نهائي. الوقت ما فيش وقت، 18 ماده كل ال 18 ورا بعض، ما فيش رحمه خالص نهائي، ما حدش بيبص. الكهرباء قطعه، بيقول لك مش هنشحن الكارت، ما عايزين احنا اللي نشحن الكارت. والمراقبين ما يعلم بهم الا ربنا. التفتيش اسوأ تفتيش حرفيا، لو انت ما عارفش، لو انت داخل كمين ما بيفتشكش كده. يعني انا حاليا دلوقتي لو مؤاخذه من عايز تطلع من غير تيشيرت عشان يطلعك تفتيش. والصوت كل واحد، كل مراقب ماسك اخوه وشغالين بيحلوا مشاكل الاسره، بيحلوا مشاكل الاسره حرفيا، بيجي يحلوا مشاكل الاسره جوه عندنا في اللجنه. وحتى ما فيش اي حاجه خالص، احنا مش عارفين نعمل ايه. ما في حاجه خالص، نفسنا حد يبص لنا، نفس الشيخ الازهر يبص يطلع بيان، واحد من المستشارين. نفسي اعرف المستشارين، ليه المستشارين بيحطوا الامتحان؟ والمستشار يعرف مستواي اصلا؟ والمستشار يعرف مستواي عشان يحط الامتحان بتاعي؟ ليه مدرس الماده هو اللي ما يحطش الامتحان ويتشاور مع حتى الموجه الماده هو اللي يحطه؟ المستشار شافني فين ولا دخل معاد بتاعي في الاصل؟ المستشار نقول له كذا، اقول لك ربنا يسهل الوقت بتاع الرياضه ما فيش، والله الرياضه كامله اقل، يقول لك ربنا يعينكم.